السيدة المغربية اللي معانا النهاردة أعتقد كل أميرات المغرب بيحبوها ويعرفوا الروتين بتاعها، فالنهاردة هتستمتعوا بفيديو ممتع جدا جدا على الطريقة المغربية. هلو هلو يا أحلى أميرات، وحشتوني بجد جدا جدا، يا رب تكونوا دايما في أفضل حال. وأهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد، فيديو الروتين الحماسي الجميل قوي من البيوت المغربية اللي كلنا بنحبها. كل الدول العربية يا رب يحفظهم جميعا يا رب، ونصر لفلسطين يا رب أمين، يكون قريب كل الدول العربية تكون في أفضل حال. سيدة المغرب النهاردة هتستمتعوا بكل تفاصيلها، بس قبل ما ندخل في الفيديو أرحب بتعليقاتكم. حبيبتي هدير أم حيدر، بشكرك جدا جدا على تعليقك، يا رب كده دايما تكوني في أفضل حال. وحبيبتي الجميلة فطومة، تسلمي لي على ذوقك، دايما منوراني بكلامك الحلو. احلى فاطمه الزهراء من المغرب، شرف ليا وجودك معايا. وحبيبتي رونا الجميله احلى رنا، دايما كده بتنوريني بكل كلمه حلوه منك، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم جميعا يا رب، وتكونوا فعلا بتستفيدوا ولو حاجه بسيطه من الفيديوهات اللي بنشوفها كل يوم. النهارده كمان استنى اللايك الحلو بتاعكم وتعليقكم، ويشرفني جدا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش السبسكرايب، تكوني واحده من احلى عيله في الدنيا، عيله الاميرات الامارات. واكتبوا لي كومنت عشان اعرف ارحب بيكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا بينا نبدأ بقى تفاصيل الفيديو النهاردة، واللي بدأته معانا بتجديدها للصالون المغربي بتاعها. شفنا الاول كان عامل ازاي والتجديد اللي وصلت له بعد كده. دايما انتوا كنتوا بتكتبوا لي في الكومنتس على الفيديوهات المغربية انواع القماش اللي بتستخدموه، قد ايه الحاجة بتبقى شيك جدا، بتبقى غالية، بتبقى مليانة من الفخامة والاناقة. البيوت المغربية ليها ستايل الصالون بتاعها اللي احنا طبعا يعني عارفينه، وقد ايه بيبقى مريح قوي وشكله حلو وشيك جدا جدا. الاطباق نفسها عليها الرسومات الخاصة بيهم، زي ما قلتولي مثلا الحاجات اللي بتبقى في الحيطان مثلا الموجودة في البيت اللي اسمها الزليج، رب يكون قلت الاسم صح، بس من الحاجات الأساسية الموجودة. كمان بحب قوي ان احنا ناخد تفاصيل من البيوت المختلفة او من الثقافات المختلفة، وبنعرف كل ستايل دولة بيبقى عامل ازاي. فبجد البيوت المغربية من اكتر البيوت اناقة وجمال، مع احترامنا طبعا لكل الدول العربية، كل بلد وليها جمالها اكيد، بس احنا طبعا بنتكلم النهاردة على فيديو مغربي، فلازم طبعا ندي اهل المغرب الغاليين على قلبي جدا 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 نديهم حقهم. كمان برضو عندها هنا المكان بتاع الليفينج، اهتمامها طبعا بنظافة البيت ده اكيد حاجة اساسية، كل سيدة عربية بتحب البيت بتاعها يكون مملكتها في قمة النظافة، فده كان ترتيبها كمان للجزء بتاع الليفينج. وكانت كمان بتنتظر مشترياتها ان هي توصل لها التابلو اللي بتزين بيه وتزيد بيه جمال للصالون بتاعها، الايات القرآنية والحاجات اللي بتبقى داخل فيها كمان الخطوط العربية، بتبقى من الحاجات اللذيذة قوي في الديكورات العربية عموما. فبدأت ان هي تعمل التابلوهات الجديدة علشان تكمل شياكة واناقة الصالون بتاعها ببعض التابلوهات اللي شكلها لذيذ قوي قوي، شكلها كمان يعني في حركة كده شوية، فمخلي شكله أحلى. وبعد طبعا ما علقته وخلصته، لازم هي تظبط المكان وتنظف المكان مكان التركيب، وده كان الشكل النهائي اللي قد ايه بجد كان حلو جدا، لايق مع الصالون بتاعها بالألوان بالستايل بتاعه الحلو قوي، فكان فعلا اختيار في محله. تعالوا نكمل معاها جزء تاني كمان من المشتريات. لما حبت ان هي تجدد عندها في الانتر اريا وبدأت ان هي تجيب الديكورات، الحاجات بقى اللي هي بتبقى يعني عايزين نجدد في ستايل البيت نخليه حديث اكتر، ندخل بقى الستلس والازاز والحاجات اللذيذة قوي اللي باللون الذهبي في الديكورات. فبدأت ان هي تعمل الانتر اريا عندها بشكل جديد، هنتابعه مع بعض وهنتابع بقية الفيديو بالصوت الاصلي ليها عشان تعيشوا معاها اجواء بيتها في الروتين بتاعها. فيديو النهاردة بجد لذيذ، بس هسيبكم تستمتعوا بقية الفيديو، وعايزاكم كمان في الكومنتس تقولي بقى اللي كان نصتي احلى كنزي تقولي لها كل سنة وانت طيبة، لان عيد ميلادها النهاردة، احلى بنوتة يا رب يخليها لي يا رب ويبارك فيها هي واختها يا رب. فاكتبولي بقى في الكومنتس كل سنة وانت طيبة يا كنوزة، علشان تقرا الكومنتس بتاعتكم وتفرح بيكم بكل تعليقاتكم الجميلة، يا رب يبارك في كل حبايبكم يا رب. تنسوش اللايكات الحلوة بتاعتكم يا أحلى أميرات. نتقابل بكرة على خير، فيديو جديد، أفكار جديدة وسيدات جديدة، كل سيدة ناخد منها تركية حلوة كده علشان دايما نخلي بيتنا في أفضل صورة. يا رب يريح قلوبكم ويروق بالكم ويرزقكم دايما السعادة والفرح يا رب، اللهم أمين. نتقابل بكرة على خير إن شاء الله، وأحلى أميرات وسلام. Thank you.
ليه فات؟ Pensez à nous hydrater.